دعوة لأهل الخير، أن كل ما نشق من خير وسنة وعلم وطاعة، كل من عمل بهذه الطاعة تؤجر عليه. تخيل أنك أنت حيات سنة مهجورة بين الناس، حتى لو كنت إمام مسجد ودعوت الناس إلى سنة وعمل بها 20، ثم دعوا أبناءهم وجيرانهم إليها فعملوا بها أصبحوا 100، 300، 500، بعد ما تموت وهم يعملون بها ويدعون الناس إليها، كل أجور هؤلاء الناس في ميزان حسناتك كلهم، لأنك أنت الذي علمتهم هذه السنة. يعني فضل الله واسع. أنت لو ترى بعض العلماء كيف أحيا أمم ودعا الناس إلى العلم. الآن نقرأ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نتعرف بما فيها من الحق. كل ما تعلمناه من هذا الكتاب أجره لمن؟ لابن ماجه. وابن ماجه توفي سنة 273 من الهجرة، من ذاك الوقت إلى يومنا هذا والأجور ميزان حسناته. وهكذا البخاري، وهكذا أحمد، وهكذا مالك، أئمة حسناتهم لا تنقطع أبدا. حتى لو ما كنت صاحب علم، فإنك لو نشرت كتاب، طبعت كتاب، وزعت كتاب، انتفع به الناس، أنت تؤجر على هذا. والله علمت في دورة، قلت أنا خلاص أنا أعطيكم نسخ، وجبت لك 5 نسخ، 10، 20، وزعت على طلاب العلم وأخذوها واستفادوا منها وتعلموا منها، أنت مأجور على هذا، أجرك ماشي. كل ما قرأ من هذا الكتاب وأنت تؤجر عليه. فالإنسان يا أخوان لا تحقرن من المعروف بشيئا، والله لو أنك تدعو إلى سنة واحدة من سنن النبي تحييها في نفوس الناس فإنك تؤجر عليها. لو تأخذ شخص واحد تعلمه الصلاة ولا يعرفها فإنك تؤجر على صلاته إلى أن يموت. ولو كان له أبناء علمهم الصلاة فإنك تؤجر على صلاة أبنائه. ولو كان لهم أبناء علموهم تؤجر على أبناء أبنائه إلى أن يشاء الله. وفضل الله واسع. ولذلك لا يوجد شيء في الدنيا يوازي العلم. المال ما تستطيع أن تجعل لك حسنات مثل حسنات العلم أبدا. العلم يا أخوان هو الذي يرفع الإنسان عند الله يوم القيامة، لأن الإنسان يعلم الناس دائما، بلغ عني ولو آية، لو حديث تبلغ للناس وتعلمهم إياه أنتم أجرون على ذلك.